بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، احتفاء بالذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة وتخليدا لعيد الاستقلال المجيد، تتشرف المديرية الإقليمية للثقافة بمكناس بتقديم حفل فني من تراث ضرب الآلة من إحياء نادي غرناطة للموسيقى الأندلسية لمدينة مكناس. تأسس نادي غرناطة خلال شهر أكتوبر من سنة 2016 بمبادرة من الفنان والأستاذ المقتدر عبد العالي حماني. أستاذ الموسيقى الأندلسية بالمعهد الوطني للموسيقى بمكناس، وبمساهمة مجموعة من شباب مدينة مكناس من آفاق مختلفة. يجمعهم العشق والولع بالذوق الموسيقي الأندلس الرفيع. يفتح هذا النادي أبوابه لكل فئات أبناء مدينة مكناس من محبي وولوع الموسيقى الأندلسية، لتشجيعهم على تعاطف للآلة سواء عزفا أو أداء. ويأمل النادي بمبادرته هذه المساهمة إلى أجانب أساتذة التراب الأندلسي بمدينة مكناس الحفاظ على هذا الفن الأصيل وتنميته وضمان استمراريته. من هنا باسم نادي غرناطة أدعو ولوعي طرب الآلة للانضمام إلى ورشات التلقين والغناء الجمالي التي يؤطرها الأستاذ عبد العالي حماني لاكتشاف عالم طبوع ونوبات هذا الفن الراقي، ولتنمية قدراتكم وموهبتكم في الأداء الجمالي. لا تفوتون هذه المناسبة دون أن نتقدم باسم رئيس نادي غرناطة أستاذ عبد العالي حماني أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الأعضاء الفنانين والمشاركين معنا في هذا الحفل السالم، أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بمكناس السيد عبد الرحيم البرطيع، السيد اسمهام ضعيف مدير مركز الثقافي محمد البلوني، وكل من ساهم بالقريب والبعيد لإحياء هذا الحفل. نشكرهم جميعا على دعمهم المعهود واللامشروط للمبادرات الفنية بمدينة مكناس وعلى تشجيعهم للتراث الفني بهذه المدينة. أيها الحضور، يسعد الجوق الأندلسي وكورال نادي غرناطة في هذه الأمسية أن يتحفكم بشذرات من نوبة الإسبهان، شذرات من نوبة راس الدين وغريبة الحسين. نتمنى لكم قضاء أوقات طيبة وممتعة معنا، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
غبت عن